واحنا بنتكلم بقى على الثانويه العامه ما ينفعش نتكلم على محاولات الغش وكل السبل بقى اللي كل سنه بنشوف فيها الجديد علشان يحاولوا يسربوا الامتحانات ويسربوا الاسئله والاجابات والطلبه في الامتحان. وتلاقي واحد بيتعب يدخل الامتحان ويعني يعمل اقصى ما عنده علشان يجيب النتيجه اللي هو عايزها ويدخل الكليه اللي هو عايزها، وفي المقابل واحد بياخد الاجابات بالساهل ونشوف بعد كده بقى الشخص ده بيدخل كليه هو اصلا ما بيستحقهاش، ويعني السلسله بقى بتتكمل بعد كده. شفنا ان تم ضبط متهم عمل جروب او مجموعه على تطبيق تليجرام كان بيستعد يعني علشان امتحان العربي بكره ان هو ينزل عليها الامتحان والاسئله والاجابات، ولكن الاجهزه الامنيه الحقيقه مشكوره ان هي من الاول وهي عندها الخطوات الاستباقيه، مش اللي هو هنستنى ان الامتحان ينزل وبعد كده يتسرب والاسئله تنتشر والطلبه خلاص يغشوا، لا، قبل الامتحان ليله الامتحان هو شايفين ضبط المتهم اللي عمل الجروب ده او اللي عمل المجموعه دي على تليجرام علشان يسرب الامتحانات. فالحقيقه يعني سعداء ان في خطوات استباقيه في موضوع زي ده. ما ينفعش نكون بنتكلم على بدايه الامتحانات والعربي بكره وطبعا بيبقى فيه مشاعر كتيره جدا عند كل الطلبه وما نتوقفش عند الجزء النفسي وان احنا نعرف ازاي نستعد للامتحان. وبينضم لينا دكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي في جامعه القاهره. مرحبا بك يا دكتور معانا. تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل أسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. في البداية دكتور وبكرة يعني زي ما قلنا بداية الجد شوية في امتحانات الثانوية العامة، إيه الكلمة اللي توجهها لكل الطلبة اللي بيسمعونا؟ أولا أنا عايز أقول لكل طالب في الثانوية العامة عليك أن تدرك أن نجاحك الحقيقي بيتمثل في قدرتك على إدارة ذاتك وقدراتك بطريقة صحيحة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الامتحان اللي حضرتك رايحه ده هو بالنسبة لك فرصة كويسة جدا أن أنت تكتشف قدراتك ونقاط تميزك تمهيدا لتوظيفها واستثمارها بشكل جيد من خلال بعد كده بقى أن أنت تختار التخصص المناسب لهذه القدرات. وده الحقيقة هو النجاح الحقيقي اللي يجب أن تسعى إليه وكل طالب في الثانوية العامة يجب أن يسعى إليه. النصيحة الثانية المهمة، أعدى أعدائك الحقيقة هو القلق والتوتر، والقلق والتوتر ممكن يتسبب رغم أن أنت مذاكر كويس جدا جدا إلا أن أنت تنخفض درجاتك لأنك ما بتبقاش في اللجنة مركز بسبب التوتر والقلق. علشان كده لازم تحافظ لأقصى قدر ممكن على هدوءك النفسي، وعلشان كده بنقول لك برضو لازم تروح اللجنة بدري ما تتأخرش في الذهاب للجنة، وخليك دايما عارف ان حالتك النفسية بتجيب درجات، يعني عشان لما يتأخر هيزيد التوتر عنده يا دكتور اكتر، يعني ان هو بقى يبقى شايل الهم ان هو اتأخر على اللجنة او كده. بالظبط، هيروح بدري كمان ياخد على جو اللجنة وعلى الامتحان ويعرف حتى لو شعر بقدر كبير من التوتر ان هو يعمل جلسة استرخاء بسيطة يخفف فيها التوتر والقلق ده قبل بداية الامتحان. ودي نقطة مهمة جدا. برضو من النقاط المهمة اللي أنا عايز أقولها لطلابنا إن أنت راجع كويس جدا قبل الامتحان وأنت بتذاكر، راجع المادة بتاعتك كويس جدا قبل الامتحان، وجوه اللجنة برضو بعد ما بتخلص إجاباتك تراجع كويس جدا قبل ما تسلم الورقة للملاحظ، لكن بعد الخروج من اللجنة ممنوع منعا باتا إن أنت تراجع. يعني ما يرجعش مع أصحابه بعد الامتحان كده عملت إيه وما عملتش إيه في الأسئلة والكلام اللي بيحصل ده يا دكتور؟ خالص. ليه؟ لانه حاله من اثنين، يا اما ان انت تكون فعلا عملت حاجه غلط هتزعل وهتتوتر وده هياثر على ادائك في الماده اللي بعد كده، او ان يبقى في تضارب في الاقوال وكل واحد حل بطريقه معينه فيبقى في بلبله وتوتر، وبرضه ده هيسبب لك حاله من التوتر هتاثر على ادائك في الماده اللي بعد كده. فتخرج من اللجنه ممنوع منعا باتا ان انت تراجع الماده اللي انت امتحنتها. صحيح. كل الاخبار بقى السيئه وكل الاخبار السلبيه يجب ان تبتعد عنها طوال فتره الامتحانات حتى غير المتعلقه بالامتحانات، يعني اي اخبار سلبيه حتى لو ملهاش اي علاقه بالامتحانات وملهاش اي علاقه بالثانويه العامه برضو المفروض انك ما تتابعهاش، وتكون الاخبار او الحاجات اللي انت بتتابعها كلها ايجابيه وتدعو الى التفاؤل والامل، مفيش اي حاجه سلبيه خالص يجب ان انت تتعرض لها في الفتره الحاليه. تمام. طب دكتور عاصم، يعني ازاي اتغلب انا مثلا كطالب ثانويه عامه على فكره ان الثانويه عامه دي هي البعبع او هي عنق الزجاجه او هي اللي هتحدد مستقبلي ومصيري بشكل كبير؟ سؤال مهم جدا وجميل جدا.
جدا. اللي هي المشكلة كلها في إيه حضرتك؟ المشكلة كلها إن إحنا بنعتبر الثانوية العامة ماراثون، يعني كلنا بننافس بعض. لا، أنا مش عايز حضرتك كطالب تنافس حد، أنا عايزك تنافس نفسك أنت، تحاول إن أنت تكون أفضل من نفسك في الماضي. فإن أنت بتركز على أهدافك أنت ومالكش دعوة بأي حد، ما تقارنش نفسك بزملائك. يعني كل فكرة بقى كليات القمة والمفاهيم الخاطئة اللي كنا بنعاني منها لفترات طويلة، المفروض إن إحنا دلوقتي بنتخلص منها. عندنا مسارات متعددة وكثيرة جدا للنجاح، تخصصات رائعة تم استحداثها وتم يعني استحداث برامج خاصة بها في الجامعات المصرية، الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وغيرها من التخصصات الحقيقة الرائعة اللي هي بتمثل مستقبل العالم كله. إذا فكرة إن أنا بنافس على كليات محددة وإن أنا بنافس زملائي دي فكرة خاطئة تماما، وإنما أنا داخل الامتحان عشان أكتشف قدراتي وأشوف أنا متميز فيه وأقدر أوظفه وأستثمره صح. عايز أسألك أكتر يا دكتور على جلسة الاسترخاء اللي حضرتك قلت عليها، لو أنا خلاص دلوقتي متوتر، وتحديدا كمان إن ممكن يكون مصدر التوتر والقلق ده ممكن يكون الأب والأم أو الناس المحيطة بالطالب، إزاي بقى أسترخي في الحالة دي؟ أعمل إيه؟ هو اولا لازم برضو نوجه رساله مهمه للاب والام، ان ممنوع منعا باتا ان الابن يلاحظ عليكم اي علامه من علامات التوتر والقلق، سواء بلغه الجسد او باللغه اللفظيه. احنا ما نتكلمش كلام نشعر به ابننا ان احنا قلقانين عليه او متوترين في فتره الامتحانات، بالعكس احنا واثقين فيه وواثقين في قدراته وبنشجعه وبندعمه، حتى لغه الجسد ما يبقاش باين علينا ان احنا متوترين. لكن خلاص اللي حصل حصل وانا توترت كطالب، فبنقول ان جلسه الاسترخاء البدني دي بتفك شويه عمليه التوتر والقلق اللي بنعاني منها. عباره عن ايه يا دكتور؟ يعني يعمل ايه؟ بينفذها الطالب بان هو بياخد نفس عميق ببطء من الانف ويحتفظ بيه لمده 5 ثواني، ثم يخرجه من الفم ببطء ايضا، ويكرر الموضوع ده طبعا مع شد الجسم اثناء اخذ النفس وارخاء الجسد اثناء اخراج الزفير يعني، ويكرر الموضوع ده 2 أو 3، هيحس ان بدات ضربات قلبه تهدى، والعلامات اللي هي الجسديه للتوتر والقلق زي الاضطراب والرعشه الايدين كمان والتعرق وكل الكلام ده بالظبط، بدا كل الكلام ده يهدى. ده كاسترخاء بدني. استرخاء ذهني بقى، المفروض ان انا ما افكرش خالص في النتيجه ايه اللي هيترتب على العمل اللي انا بعمله دلوقتي. كل اللي انا بفكر فيه ان انا احصل بطريقه كويسه وبطريقه جيده، وان انا اذاكر بعمق، وان انا ابقى فاهم كل حاجه في الموضوع بتاعي. النتيجه ما افكرش فيها اطلاقا وانا جوه اللجنه، ما اقولش انا لو حليت كذا هاخد كذا، اخد درجه كذا، ولو حليت كذا اخد درجه كذا. انا ما افكرش خالص في الدرجات، افكر بس في ان انا احل بافضل طريقه ممكنه، ويبقى تركيزي كله ايجابي او تفكيري كله ايجابي، وابقى متفائل وعارف ان انا في النهايه بختبر قدراتي وان انا بشوف قدراتي ايه. يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على كل المعلومات، ونتمنى كل الافاده للطلبه اللي سمعونا. دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي في جامعه القاهره.